Oh. كيفك أخي؟ وشو هذا؟ ايش يا ميسو؟ في المشكلة يا ميسو؟ وش في عينك؟ شكلي يخوف صح؟ شكلي وحش؟ وش في عينك؟ شكلي وحش؟ قرب قرب شوي. بالله قرب. تستهبل، انت حاط رسمة صح؟ رسمة ايه؟ رسمة كيف رسمة يعني؟ كيف رسمة يا اخي؟ يا ولد ايش هذا يا ولد؟ انزل انزل بفوز عليك. واذا خلي الناس ممكن انك كيف هذا شلون؟ انا في الاسد شلون يا شباب كيف عينك كذا؟ خليني استاذن يا ميسو، انا لا ما شاء الله، ابغى العب معك. ما انا مش بتاع اللعب يلا مش لا انا ابغى مش بتاع العب اللعب معك ده، عشان والله اقسم يفوزونك، بالله عشان يدعمونك، عشان مش تروح عايز تعالج تدعمني عينك، عمي، انا بخوف عشان الناس تعالج بس، عينك. انا ابغى اعالج عيني. اعطيك عيني، كويس قلت. اعطيك لا لا عيني. عينك، لا عينك اغلى من ان انت تدهني والله. لا ما يصح ما يصحش. والله تستاهل والله. طيب this is SFX makeup، يعني makeup اللي هو هذا ميك السينمائي اب، اللي بتحط. يس اللي بتحط في السينما ده. انت مشهور. انا مشهور. عبد الله قناوي؟ اي والله انت عبد الله قناوي. ايوه كيف كذا؟ ما كان عيونك كذا. طيب كيف جت عينك كذا؟ من انا متى؟ هنزل فيديو بكره ولا النهارده، بكره ازاي عملت اللوك ده بس، فانت شوف الفيديو بقى. يعني رسمة. مش رسمه، ده حاجات بتتحط على الوش يعني طبقات كده بتستخدم في السينما. ايوه زي الـ شو اسمه، زي الصوصال كذا. صرصار؟ لا صوصال صوصال، انت بتقول ايه؟ صرصار ايه بس؟ مو ده صرصال. حاجات سينمائية، حاجات بتلزق على الوش كده واحدة بواحدة وبتكون ده. زي مصاصين الدماء هذول. ايوه زي مصاصين الدماء. عليك نور. بس ايوه ليش عامل نفسك كذا يا باشا؟ ليش عامل نفسك كذا؟ ده المحتوى بتاعي، ده المحتوى بتاعي، بقدم محتوى ازاي تعمل بس كذا اسفكس ميك بتروع اب. الاطفال، يعني بتخون الاطفال، بتروحهم كذا. بروح اطفال ايه بس؟ يعني بدال ما تسوي شيء في نفسك يضحك، انت قاعد تروع الاطفال كذا. معلش طيب وجهة نظر. خليني اقول لك وجهة نظري. عارف تفضل. الاطفال اللي هم بيتفرجوا على افلام الرعب؟ هم دول اللي بيتفرجوا عليا. ما بيخافوش. انا كبير بخاف، كيف الطفل ما يخاف؟ ما المصريين، الاطفال المصريين ما بتخافش، اسمعني. المصريين يحبون الافلام يعني الرعب. لا هم بيخوفوا لوحدهم، ما تخافش. والله على راسي يا اهل مصر. اسمع، اذا فزت عليك بحكم عليك. لا مش بتاع احكام، انا بقول لك ما بحبش، عايز ارخص خلاص بحب خلاص، الناس. طيب انا انت تلعب، ما راح نفوز عليك. طيب خلاص ما تعصبش يا باشا. ايوه الاطفال المصريين ما بيخافوش والله. والله ما بيخافوش. لا ما يخاف. انا بوديك وادي عندنا، وادي عندنا في المدينة بتاعنا، يعني جنب المدينة. اها انت بنفسك راح تخاف، مو بالاولاد. يا عم ماشي هخاف. وبعدين وادي مليان جن. انا ملبوس اصلا، ما بخافش، انا ملبوس، بتحب المغامرة كذا يا باشا؟ بتحب انا المغامرة؟ ملبوس اصلا، انا ملبوس. انت ملبوس؟ اها مين لابسك؟ جن اسمه قيس. قيس قيس. هذا نعم. شكله من بتاع زير سالم وجساس وابن مرة. مين لا قيس مش هذا؟ جساس، مش كفرس. قيس جن من اليمن. تتكلم جد انت اها باشا؟ تتكلم جد انت ولا قاعد وبي بي بي تستهبل بي وكذا؟ لما بيكون عايز يبعت لي حاجة بيجيب عن ذات، عن ذات كده جيب ايش؟ تتحرك جنب، عن ذات تتحرك جنب يعني قبال البيت عندنا.
طيب ابغى، طيب ورنا طيب حاجه يعني انه موجود فيك هذا قيس. لا ما هو مش بيحب يتكلم مع الناس، بس يعني طيب اذا عايز خليه يجي تتكلم يضرب لي، معاه، خليه يجي يضرب لي من هنا بشوف. لو عايز تتكلم معاه ما تحاولش تخش النهارده الحمام بعد الساعه 12 بالليل، وهو هيكلمك النهارده، بس اوعى إيه تخش الحمام. تمام؟ قبل الساعه 12، يعني من 12 لواحده كده ما تخشش، وهو هيكلمك في الوقت ده. يعني لازم يكلمك يا اخي بالله لا تأذيني. اسمع هذا صادق ولا يتكلم؟ يا ولد انت صادق، انت صادق تتكلم؟ شكل معتز قاعد يضربه من داخل. عيسو لا 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 تخش النهارده بعد الساعة احس انه وجعني 12 هذا. لحد الساعة 1. لا 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 مش هيجي لك دلوقتي، هو هيجي لك بالليل. بس يجيني بالليل وانت بتكلمه ما تفتحش عينك. ما تفتحش عينك وانت بتكلمه. يا ولد صادق انت بيجيني بالليل؟ بيجيك بالليل بس وانت بتكلمه ما تفتحش عينك. ما تفتحش عينك، اوعى تفتح عينك. اشرب ماء، اشرب ماء، اشرب مويه، افتح، اشرب مويه، مويه مويه مويه. لا تحاول توصل لي، لا تحاول توصل لي، لا تحاول توصل لي. هلا يا سيد قيس، معك الاستاذ مشعل. يا اخي لا تأذيني بالله. يا جماعة هذا ايش؟ يا جماعة كيف صارت عينه سوداء؟ لا انا معيني ما كانتش سودة، انت اللي كنت شايفها كده بس. يا ولد تخوفني، تكفى ترى والله خايف، انا تو جاي من الدوام يا اخي تخوفني، ابغى انا انام. لا 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 تخاف، لا تخاف، هو بس انت اللي شفت اسود، ده معناه ان هو بيثبت ان هو هيجي لك النهارده. عيني ديت عمرها ما تتحول اسود، لان هي انا مركب عليها حاجه. ازاي هتتحول اسود جدعان؟ دي اتحولت اسود؟ انا راح اتفاهم مع قيس هذا، انا راح اتفاهم مع قيس الحين، الان اتفاهم مع قيس. مين قيس هذا؟ من جني راح اتفاهم معه، انا قلبي كبير بالايمان. والله اخوة بشغل القران انا خفت صراحه، عينه قلبت سوداء، كيف رجع كذا بعدين رجع بعدين اختفت عينه السوداء؟ شلون كيف اختفت العين السوداء كيف؟ عيني ما تحولت يعني اسود يا اخي بالله، عيني بيضة لونها ابيض. لا عينك الثانية، الثانية عينك سودة، الثانية مو بهذه الخربانة، الثانية دي ازاي يعني؟ فهمني ازاي دي تحولت اسود؟ لله ولكن بين يدي وتفصيل الكتاب لا ريب في اليمين العالمين. اسمع قل عمي مشعل، قل انس، ايش انس هذا خويك قيس، كله يقول لي انا عمي مشعل عشان ما اعذب، اعذبه الحين قاعد اعذبه ترى. اسمع انا هقفل.